أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. سربت إسرائيل صورا بل وفيديو للإليوشن 76 وأيضا لجنود روس انطلاقا من جدة. جدة على الساحل السعودي من البحر الأحمر. وهذه رسالة قوية للقوة 153 التي تقودها الآن مصر وهي قوات أمريكية. وهذا التطور الاستثنائي بحضور جنود روس وأيضا بكاميرات ومعدات استثنائية تجعلنا نطرح سؤال: من يباشر اليوم الحرب المحتملة الآن على الحوثي؟ فالحوثي بهدنته وأيضا الحوار القادم مع إيران كما أكد أكثر من مسؤول وفي تصريحات رسمية، كل هذا تحت الغطاء الروسي الصيني. إذا التحولات أصبحت واضحة وحضور الجنود الروسي لأول مرة على الساحل السعودي من البحر الأحمر رسالة قوية إلى الأمريكيين وإلى القوة 153. فيما نرى القاهرة اليوم تزيد من دعمها لأوكرانيا تبعا للطلب الأمريكي، وهذه إحدى الرحلات التي تنقل اليوم سلاحا روسيا قديما من مصر وباتجاه أوكرانيا. الأمر يتعلق كما تنظرون أمامكم بالرحلة إلى زيزو البولونية من القاهرة. وهنا لابد من التذكير أن الرحلة رحلة الماكسيموم آير كارغو كلها تعمل وبشكل مباشر عبر هذا الجسر اليوم، أصبح ليس نقلا للسلاح وإنما نقلا استثنائيا. والمزيد من توضيح هذا الأمر سنرى من خلاله أن هناك إعادة تشكل للمواقع ما بين المملكة العربية السعودية وما بين مصر. مصر اليوم تحضنها سنت كوم وتدير 153 القوة التابعة لسنت كوم. وأيضا بالنسبة لما تراه مصر مستقبلا من خلال احترام الأجندة كما حدث مع البحرية الروسية والمصرية، ولكن هذا ضمن إطار. لكن بالنسبة للتعامل الاستراتيجي فهذا أمر أمريكي. والملاحظ أن هناك المزيد من التفاهمات والمزيد من المساعدات الموجهة نحو مصر والدخول في ما سمي بميزانية الطوارئ. اليوم مصر وأمام ما يشهده الدولار مثلا في علاقته بالجنيه، والكل فاجأه الوضع، الأمر يتعلق بتدفق استثنائي من خارج السوق نتيجة التقارب الأمريكي المصري. إن الضمانات المقدمة لمصر اليوم من أجل مساعدة أمريكا في حربها ضد روسيا في أوكرانيا أخذت مسارا اقتصاديا متشعبا، وفيه جانب سري لدعم الأسواق على وجه التحديد من خلال تواجد دولاري مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك مساعدات مصرية قوية ونقل أسلحة من مستودعات، وندرك أن مصر لديها من الدبابات والمدرعات وغيرها مما كان من حقب سابقة تؤهل مباشرة وتسلم لأوكرانيا. إذا لا مجال إلا لتجاوز الخط الأحمر الذي لا يريده الأمريكي، لا يريد بأي حال التورط في حرب مباشرة كما قال تماما وزير الدفاع الأمريكي بأن هذه الحرب هي حرب ذكاء، عدم ترك الفرصة لروسيا من أجل حرب مع أمريكا. هذا عبر عليه وبشكل مباشر ونقلناه في فيديو مستقل حول أمر الاستراتيجية الأمريكية، ولا بد من فهم هذه الاستراتيجية. فعندما عين قائدا جديدا للقوات الاستراتيجية التي تعني النووية وتعني الفضائية على حد سواء، فإننا نرى وبشكل مباشر
أن وزير الدفاع أراد أن يدير العملية بذكاء انتصار دون تورط في الحرب. احتواء الحرب هذا أهم ما يريده الآن الأمريكي. الانتقال من مقولة الاحتواء النووي إلى مقولة احتواء الحرب. بالحرف قالها وزير الدفاع الأمريكي. والآن تشتري أمريكا من الجميع أسلحة روسية من أجل أن تكون أوكرانيا مقبرة لها من جهة، وتصفي كل هذا الثقل الذي لم يسمح بصفقات سلاح مع أمريكا. الآن أوكرانيا مقبرة لهذا السلاح في شرق أوروبا، اليوم انتقل إلى الشرق المتوسط وإلى الشرق الأوسط من خلال مصر. لذلك فاليوم هناك مصر التي تسلم السلاح والرحلات المباشرة، وهذا الذي تكشفه أيضا مصادر إسرائيلية مباشرة فضائية وغيرها. والأهم من كل هذا أن محمد بن سلمان يستدعي جنودا روس لخلق التوازن مرة أخرى في المنطقة، لأن ما حدث شرخ حقيقي، وهذا هو التطور الاستثنائي الذي رأيناه اليوم مع محمد بن سلمان باستدعاء جنود وطيارين، بالدقة طيارين روس إلى البحر الأحمر، وهذا الذي لا يستطيع أحد انتقاد الفيديو الذي سرب، ولا أساسا كيف يمكن لهذا التصوير العالي من جدة أن يكون إلا بحضور تقني متقدم للغاية بالنسبة للروس. الروس يحضرون للسعودية، وهذا شيء هام، لأن الضربة التي ستأتي من الأمريكيين ضد السعوديين إن حضر الجيش الصيني فإن الروس يتحملونها، لأنهم في حرب مباشرة وأساسا لا مجال للتصعيد مع روسيا، لأن الوضعية وضعية حرب. لهذا فالأمور اليوم أصبحت واضحة للغاية ومؤكدة في نفس الآن. إذن أمامنا تطورين أساسيين: حضور الطيارين الروس لأول مرة إلى جدة، وهذا الذي يحتمل أن يكون بفاغنر أو بغيرها، حضور الحرس المتقدم لبوتين لحماية محمد بن سلمان من جهة، وأيضا الجنود الروس في المملكة العربية السعودية، وتورط إضافي لمصر في نقل ترسانة. على العموم هي ترسانة ثقيلة وتتطلب صيانة عالية، كل هذا لا تحتاج إليه مصر، فتبيع من مستودعاتها القديمة باتجاه تعويضها. وهذه الصفقة التي وصلت إلى سفن ليست إلا عند الولايات المتحدة الأمريكية وعند مصر، لهذا فالصفقة أكبر بكثير مما يتوقعه الجميع. ومصر وقعت على أشياء كثيرة من أجل حماية الجنيه من السقوط أمام الدولار. الصفقة صفقة فيها جانب الاقتصادي مع الدولار، فيها جانب أيضا وهذا مهم جدا بالنسبة لتسليم السلاح بملايين الدولارات، إن لم نقل أن الأمر يتعلق بالمليار و800 مليون دولار. وهناك حسابات أخرى، هناك دعم وأيضا هناك شراء وبيع لمنظومات متقدمة لمصر، كل هذا في إطار صفقة. في جانب آخر سنجد السعودية مع جنود وبالضبط طيارين متقدمين للغاية لحماية محمد بن سلمان والعائلة المالكة. مع شكر جزيل وإلى اللقاء.